السلام عليكم. تواجدوا بحي بوهدي لحي شعبي اللي كان مزيان اللي تشوفوني يا موسي الجيلي حنا بقي عند الكامل اللي تشوفوا غادي نشوفوا الشعب الله الحصيله ديال الشمعيه الدمعه ديال البلاد الدمعه المهمه مسكينه شحال راه يدير الثمن قول لي 60 والمليح او كاين ديال 40 وكاين ديال اللي فيه نص ديك اجوج دراهم عندنا خونا سعيد راه بعيد علينا خاطر في الدلاع قتل عباد الله اكتب لهم التخريفه ديال الدلاع اصيله السيد كما تشوفوا هنايا كما قالوا رخيص يعني كان ديال 3 دراهم حاجه زينه وكاين ديال 2 دراهم وكان ديك 300 الحبة كل مرة وكان لي مارك بزاف كما تشوفوا الخير موجود هذا من منطقة بركان تقريبا من واحد ديال الشوحية ولا زايو ولا تقريبا هذا والجهة ديال راس المعمى زعما كاين كما تشوفوا هنايا الخير موجود ديال الله هو مرحبا بالجميع يعني عندنا هنا في حي بوهديرة هنا كما تشوفوا حي بوهديرة حي شعبي اللي كتعرف فيه التجارة يعني انا صراحه مزيان خير موجود موسم الدنيا موزيع البطيخ الاحمر وهدي لا ترحب بكم حي وهدي لا الشعبيه وهدي لا حي الشعبي اللي كتعرف فيه التجاره مزيانه ثلاث مئة بالطبع اوه على الصباح على الصباح ها 300 بالطبع 300 بالطبع هاكا شدهم هاكا شد كام سيري خصني نتبعهم بصح واه هاكا